تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشرف شراكتي مع مستشفى برعاية دكتور نيوتريشن. ها دكتورة؟ صحيح. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. أرقام التواصل معانا دكتورة 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في الانستغرام DHA_Dubai وأكاونت نور دبي. وخميسكم منيس. كم لي زين تشوفيني مشغولة يا سطرش مسجات حقنا. استخدم التليفون هو على إذاعة عليك مخالفة، فحبيت أصبح عليكم في اليوم الجميل. تفصلنا إن شاء الله أتوقع يومين، اليوم مباشر عن رمضان، شهر رمضان مبارك، فحبيت أبارك لكم بقدوم الشهر الفضيل. الله يعين علينا عليكم أعوام مديدة إن شاء الله، ونكون مستعدين مو بس للطبخات رمضان وجلسات رمضان، ولكن إن نغير نظامنا الغذائي في رمضان، لأن رمضان أفضل فرصة للحاب يغير نظام حياته لنظام صحي أكثر. فرمضان هو فرصتكم، سواء كنت مدخن، سواء كنت ما تمارس رياضة، سواء كنت من نوع اللي شوية يخربط في الأكل أو أكله غير موزون، رمضان فرصة ذهبية لتنظيف الجسم، التخلص من السموم، ولتغيير نمط حياتنا لنمط أفضل. وإحنا إن شاء الله بنكون معكم طول الشهر الفضيل عشان نرشدكم لطريقكم للحياة صحية وسعيدة. طيب، حددت هيئة الصحة بدبي مواعيد وساعات العمل في الإدارة العامة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في دبي خلال شهر رمضان المبارك، وأصدر تعميم إداري اليوم حددت فيه ساعات العمل. وطبعا مراكز الرعاية الصحية الأولية يعني تم إصدار تعميم إداري حدد فيه ساعات العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 3 بعد الظهر، والفترة الثانية من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 11 في الليل، بينما ستكون ساعات العمل الرسمي يوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى 2 بعد الظهر في مركزي البرشة و نند الحمر، وهذا طبعا المركزي على مدار الساعة يشتغلون. نعم، على مدار 24 ساعة. إذن أيضا قطاع المستشفيات أصدر تعميم إداري حدد فيه ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يكون دوام في العيادات التخصصية بمستشفى دبي على فترتين، الأولى من 8 الصبح لين 1 الظهر، والفترة الثانية بعد الظهر يعني لين الساعة 6 المساء، بينما يكون العمل في قسم الحوادث والطوارئ على مدار الساعة. كما حدد مستشفى لطيفة ساعات العمل في العيادات التخصصية من الساعة 9 وحتى 2 بعد الظهر، وفي قسم الطوارئ على مدار الساعة. مستشفى حتى تم تحديد ساعات العمل في العيادات التخصصية من الساعة 8 الصبح وحتى 1 مساء، والعمل في العيادات عيادات طب الأسرة من الأحد للخميس من 8 لين 6:30، ومن 8 المساء من 8 الصبح لين 6:30 المساء، ومن 8 المساء حتى الساعة 10، ويوم الجمعة والسبت من 9 صباحا حتى 6:30 مساء، ومن 8 مساء وحتى 10 مساء. هذه أوقات العمل في رمضان. أنت ساعة كم بتداومين؟ احنا نداوم عادي فترة الصباحية والمسائية في مركز البرشة من 9 للثالثة صباحا، وبعدين المساء من 3 لين. والله نحن في قسم الإعلام طال عمرك مداومين صبح ومساء، ما شي راحة. وأكبر دليل حين أسمى بتخبر، أسمى صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. 24 ساعة مداومة أنت؟ مجبورين. حياك الله أسمى. خبرينا شو عندنا في التواصل الاجتماعي. العين التواصل الاجتماعي إن شاء الله اليوم راح نطلق باص تبرع بالدم. غير هذا أيضا موجود عندنا حافلة لفحص وتقييم الاستشارات الطبية في موضوع
صحة الأسنان عندنا في إدارة العامة، وهذا الباص يتنقل من موقع لموقع وحتى في المدارس الأهلية بخصوص عامل خير وتقديم الخدمات المجانية للجميع للسائقين المواصلات وغيرها، فكل مرة يكون موجود في مكان. بخصوص الحين قاعدين نجهز شهر رمضان، نتمنى أن الكل يتابعنا في شهر الفضيل سواء كان رمضان، نتمنى ما يكون الجمعة سواء كان الجمعة أو كان السبت. ليش اسمه ليش؟ والله اللي معزين ترى يوم مبارك وكذا والامور حلوه يعني. هي بس ما خلصت. زين. نكتب الرساله الصباحيه ونتمنى ان شاء الله نخلص قبل يوم الجمعه. جوده العمل تكون اكبر وافضل اذا كان الموظفين سعداء. فاحرص على سعاده فريق عملك واحتفلوا معا بالانجازات الكبيره. جزاك الله خير أسماء، وبس لمحة شي سريعة عن أهم الأشياء اللي بتكون على السوشيال ميديا عندنا على السريع. بشكل عام التواصل الاجتماعي عندنا في النصائح خاصة تكون موجودة الصبح، عندنا نصائح قبل الإفطار وعندنا نصائح حتى في الفترة المسائية. عندنا ثلاث مسابقات راح تكون، مسابقة أسبوعية ومسابقتين يوميا، واحدة منهم بتكون على الإذاعة، وهذا أيضا كله راح نتكلم عنه في السوشيال ميديا. عندنا شخصية تمر راح تكون موجودة يوميا قبل الفطور تواصل مع الجمهور. غير هذا عندنا النصائح للمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وغيره، أيضا هناك نصائح للمرأة الحامل اللي حابة تصوم. فمركزين أكثر من شيء موضوع التغذية، أمس كان عندنا العيادة الذكية عن كيف تضعف في رمضان، بأن أغلب الأشخاص المشاركين كان عندنا في الإحصائية اللي سويناها على تويتر صارت فيها 209 أشخاص، 55% يقول نحن نبغى نضعف، و18% نعم فأنا سمين جدا. والله زينهم يعني مستوعبين الوضع، يعني في ناس عندهم إنكار أنا مثل وزنهم زايد أو شيء، والله زين ممتاز. 10% لا أريد أن أضعف. نحترم كل الآراء، إحنا كل القرارات كل الآراء. إنزين، فهالأشياء خرجت حتى زي اللي يبغى يخسر، عنا عنا حملة مسوينها مع صحيح الإمارات اليوم اللي هي خلك قدها وتغير، لكن بتعرفونها إن شاء الله في رمضان. إن شاء الله. خلك قدها وتغير. إيه، نحن نبغى يكون رمضان بداية لتغيير إيجابي في حياة الناس. إن شاء الله. صحياً واجتماعياً، الموضوع مو بس صحي. أكيد أكيد يا أسماء. أوكي، شكراً لك يا أسماء زينة. صحة وسعادة. شكراً يا أسماء ونهارك سعيد. على طاري الحامل اللي تبى تصوم، سوالف استهبال وما ادري شو تعبانه وتفطرين في رمضان، هذه يعني ما لها داعي ترى، بنجيب نحن اصلا بنجيب ان شاء الله في رمضان اخصائي خاص بهذا الموضوع زين، وبنجيب حتى اذا قدرت بجيب حد من الشؤون الاسلاميه بعد يتكلم في هذا الموضوع. محمود يعني انت ناوي لهم نية الحوامل في رمضان؟ لا يعني من الشؤون الاسلاميه والاوقاف، يعني هايك في الشهر السابع ما ادري الثامن جايبه بطوله امريكا في السله تلعب ما ادري شو، وهني من الشهر الثاني من سدحة على هذا ما تروم تتحرك ليش؟ هذه الصورة أنا حسها مفبركة ترى. لا والله من أشوف صورة كلهم هاي مفبركة. يعني في واحدة شالة ما أدري كم كيلو، يمكن 30 كيلو 40 كيلو على ظهرها وهي ماشية. وهي حامل؟ إيه. لا والله. واللي تلعب جنبازة تقول لك ميثة. ميثة. خليت وياهم خليت وياهم إذا لازم. عموما لا تنسون الحرمة المرضع بعد إن شاء الله. بتكون عندنا وايد أمور في هذا الموضوع. وعلى قولة دكتورة ندى ما في شيء مهم بس محمود يسوي أشياء مهمة يعني. أنا ما قلت شيء. مسجل ترى في البث هذا مع الانستغرام. عموما فاصل بعد الفاصل إن شاء الله عندنا المزيد من المواضيع، ما أدري على كيفك دكتورة مهمة غير مهمة على كيفك أنت، بس عندنا مواضيع جاية إن شاء الله بعد الفاصل. أرقام التواصل معنا 600551414 والرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على اكاونت نور دبي على الانستغرام واكاونت هيئة الصحة DHA_دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي.
موضوعنا مهم ولا مو مهم؟ مهم جدا. انزين، بدأت هيئة الصحة بدبي مؤخرا تشغيل 2 من أحدث الأنظمة التقنية الخاصة بحماية ورعاية المواليد في كل من مستشفى لطيفة ومستشفى دبي. هذا النظام يختص بتحقيق أعلى درجات الأمان للأطفال المواليد الجدد اللي نحن نتكلم عنهم، وتوثيق تواصلهم تقنيا بالأم وأجهزة المراقبة والمتابعة في المستشفى، وذلك طوال فترة تواجدهم ورعايتهم في المستشفى. فيما يختص النظام الثاني المعروف عالميا باسم ماسيمو. هذا ماسيمو يختص يعني بمراقبة نسبة الأكسجين في الدم لدى الأطفال، إلى جانب رصد جميع المؤشرات الحيوية الخاصة بالطفل، ومن ثم شو يسوي دكتورة؟ يوجه إنذارات تنبيهات إلى الممرضة المباشرة أو الطبيب المسؤول للتدخل السريع، يعني في حال وجود أي ظرف طارئ. نحن نتكلم على النظامين هذيلا مع المهندسة منيرة سعيد من إدارة الشؤون الإدارية فهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير مهندسة منيرة. صباح النور. هلا صباحك ورد. طبعا احنا نتكلم عن نظامين الأمان طبقتهم هيئة الصحة بدبي، فممكن تحدثنا بالتفصيل عن نظامين الحماية وقياس مؤشرات الأكسجين في الدم لدى الأطفال؟ هذا نظام مزيمو، نظام الكشف المبكر لأي تغييرات صحية تحصل للطفل خارج أقسام العناية المركزة. فيؤدي إلى هذا النظام، يؤدي إلى اتخاذ قرار وتدخل سريع ومباشر من الطاقم الطبي مما يؤثر إيجابا على صحة الطفل أو الرعاية الصحية المقدمة للطفل، حيث أن الطفل يكون في أقسام غير عن الأقسام الرعاية القسم العناية المركزة، ويكون مع كل مونيتر جهاز مزيمو يقيس نسبة الأكسجين في دم الطفل مرتبطة موحدة موجود في قسم التمريض. فالممرضة تكون تراقب كل مؤشر الأكسجين للطفل في كل الغرف. ممتاز. أي تغيير أي تدهور في صحته يؤدي إلى تدخل جد سريع من الطاقم التمريض للطفل. طيب أختي منيرة، أنت جربت النظامين؟ نعم، النظام مطبق في مستشفى دبي ومستشفى لطيفة. زين. نعم النظام مطبق. يعني خلينا نتكلم عن المدى اللي يوفرون هذين النظامين من السلامة والرعاية لأطفالنا. عندنا هذا النظام نظام مزيمو طبعا يوفر الرعاية للطفل حتى هو خارج العناية المركزة. اليوم احنا نعرف ان الطفل من يكون في العناية المركزة يكون تحت اشراف الممرضة مباشرة ل 24 ساعة. صحيح. بس الطفل من يكون خارج العناية المركزة تكون شوية الرقابة عليه اقل. صحيح. فهذا النظام يوفر لهذا الطفل الرقابة الدائمة، وفي شاشة تكون عند التمريض عند ديسك التمريض في كل قسم وتراقب مؤشرات الطفل، فهذا هو يحمي الطفل من أي خطورة نقل الأكسجين. والنظام الأول هو نظام الحماية اللي يربط الأطفال تقنيا بأمهاتهم، ممكن تحدثين عنه؟ هي نظام تتبع الأطفال، حماية الأطفال، هذه للأطفال والمواليد الجدد. هذا النظام يحمي المواليد والأطفال من أي إساءة أو تقصير في حمايتهم أو حصول أي خطأ في تبديل الطفل بأم الأخرى. هذا يساعد الممرضات أن تكون خطر التبديل يبدل الطفل بأم الأخرى يعني أي نسبة خطأ فيها صفر. إنزين أختي تفضلي. نعم تفضل. النطاق الخاص بهذا الجهاز هل هو فقط في المستشفى ولا ممكن يكون على نطاق جغرافي شوية أكبر من مساحة المستشفى؟ يعني ممكن أنا أعرف أن الطفل موجود ولا موجود في مكان معين ولا على مستوى جغرافي أكبر؟ لأن النظام هذا يطبق في أقسام المستشفى. الممرضة إذا خذت الطفل، أظن الطفل يكون عنده مثل التاج. صح. مثل
يكون على اسم الأم مكتوب ورقم بطاقة صحية مالت الأم. نعم. وهذا التاج يكون مع الأم. صحيح. ولازم الرقمين يكونون مطابقين. صحيح. أي تطابق في الرقمين فيعطي ألام. إذا الممرضة خذت الطفل للزون لمنطقة أبعد من المفرح فيصير ألام في السيستم. فهذا يحمل أطفال مثل حتى من الاختطاف إن حد يأخذهم يطلعهم. هي عالميا معروفة abduction system يحمي الطفل. يعني في نطاق المستشفى بس. هي بتكون في نطاق المستشفى إذا ابتعدت أكثر فحتى يعني يغلق كل بيبان القسم ابتدائي من القسم إلى بوابات المستشفى. ممتاز 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 جدا. هذا النظام ممكن إحنا نستخدمه حتى حق كبار السن؟ نقدر نعم نستخدم النظام مثل تكون مثل البريسلت في إيد كبير السن مثل الأسوارة يعني يلبسها. لا أيوة أسوارة بس تكون في نطاق المستشفى. صحيح. لأن كل الألارم سيستم نحطيها على بوابات الأقسام وبوابات المستشفى. ونظام الحماية هذا يساعدنا مثلا لو حد شل الطفل وطلعه خارج حدود القسم ماله مثلا إنه يحدد لنا وين مكان الطفل، يعني مثل في نظام جي بي اس للمواقع. نعم بيحدد وين مكان الطفل في المستشفى. ممتاز. نعم. ممتاز. طيب شكرا لك يا منيرة ونتمنى لكم التوفيق يعني، ودائما نبغي مثل هذه الأنظمة التقنية اللي يعني تتواجد على المستوى العالمي في كل الأماكن يعني تكون في البداية عندنا نحن. صحيح. فنظام مثل هذا نظام يحمي الأطفال وأيضا يعطي يعني ثقة أكبر لمرتادي المستشفى ويحقق لك الأمن والحماية. صحيح. اللي أنت تحتاجها، إن الأم ما تخاف أن طفلها في أمان يكون حتى لو في الحضانة أو بعيد عنها. صحيح. يعطيكم العافية على هالنظام الجميل. مشكورة المهندسة منيرة سعيد من إدارة الشؤون الإدارية في هيئة الصحة بدبي، كانت تحدثنا عن نظامي الحماية وقياس مؤشرات الأكسجين في الدم لدى الأطفال. شو رأيك دكتورة؟ تذكرين قبل قرينا خبر في هذا الموضوع عن هذا النظام. والله أنا أتمنى تدرين الحين حتى العلم تطور لدرجة أن تقدرين تحطين مثل أجهزة صغيرة أو شغلات معينة في ملابس الطفل. صحيح. وبأبليكيشن معين تقدرين تحصلين الطفل وين رايح وين راد. أكيد. خاصة اللي يصيرون قرية العالمية واللي يصيرون الأماكن المفتوحة اللي ما فيها حدود وايد يكون فيها ناس. ففي الحين التقنيات وايد جديدة. تعرف محمود كانت التقنية القديمة البدائية الأمهات عشان عيالهم ما يضيعون سلسلة حوالين خصر الطفل والأم ماسكة في يدها عشان ما يشرد عنها. لا الحين صار بالأبليكيشن الشيلة تربطها فريل الولد وفريلها. هذا عاد ما نو بس الشبرية هي بس الشبرية عشان ما يشرد الشبرية. بس الحين بالأبليكيشن ممكن تتبع الأطفال. وطبعا ما نوصل أمهات إن لما نروح أي مكان مفتوح أي مكان في زحمة أوكي نوصل أمهات يروحون أي مكان مزدحم لازم إن أنت ما تعتمدين إن أنت الطفل بيكون واقف جنبك أو أنت تقولين أوقفني، لأن نشوف حالات إن الياهل يضيع والأم تكون والأم تمدور عليه بالساعات خصوصا في الأماكن المزدحمة جدا. أو شيء أنا أفضل أم ما تروح الأماكن المزدحمة هاي فترة الذروة، أفضل أم ما تروح مثلا يوم الجمعة واحد يروح القرية العالمية مع الطفل، تكون يعني عدد الناس اللي هناك جدا 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 كبير. فعشان يعني أنت تروحين براحة روحي فترات أقل ذروة، ودائما مسكي إيدك في إيد الطفل واستخدمي الأبليكيشنات الحديثة، الأجهزة اللي تنحط في ثياب الطفل ما يحس فيها، ولكن عن طريق التليفون تتبعين وين هو موجود. ما نبغى سلسلة شيء. أقرأ مسجات الناس. إيه تفضل. زين. وخليفة يصبح عليكم فصبرا فليس الأجر إلا لصابر على الدهر، وإن الدهر لم يخلو من خطبي. خطب. 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 أوكي. الخطب. تعرفين شو يعني الخطب؟ وين أيوب يوسف خليه يعطيني. تبغي ريوق يوصلك من الذيد وضواحيه. مشكور ما قصرت. الحين الأم تقدر تنام وهي مطمنة أكثر. والله حتى محمود قبل تطبيق النظام مستشفياتنا الحمد لله والله الحمد وايد فيها نسبة أمان عالية. أي شخص يدخل أي قسم حتى لو أنا الأم أدخل القسم رعاية الخاصة أو رعاية الخدج أو رعاية الأطفال بشكل عام، يسألوا يتأكدون أن أنت نفس الشخص والممرضة توصلت هناك وتتأكد من التاج اللي في إيدك والتاج في الطفل قبل تطبيق هذا نظام الحماية. فالحمد لله مستشفياتنا فيها نسبة أمان جدا جدا عالية. والله قبل يربطونا في الأريال ويعطونا بخيزرانة بحناية من نتأخر شوية في الأريال في الانخلة والله برعك يربطونا. انزين
طيب الحين ما اطلع فاصل ونحن مرتاحين، لكن قبل الفاصل نقرا خبر ميثا في عندنا وقت هذاني. يقول لك علماء روس يطوون او يطورون طريقه تكشف عن 97% من سرطانات الجلد. اكد علماء تابعون لجامعه سمارة الروسيه انهم توصلوا الى طريقه جديده للكشف المبكر عن سرطانات الجلد. ووفقا للعلماء فإن الطريقة الجديدة التي تعتمد على 3 أجهزة حديثة تزيد من فعالية الكشف المبكر عن الأورام الجلدية لتصل إلى 97%، في حين أن الطرق التقليدية المتبعة حاليا للكشف عن تلك الأورام لا تتجاوز دقتها 50% أو 60%. يشير البروفيسور فاليري زخاروف من جامعة سمارة إلى أن هذه الطريقة التي تعتمد نظم التحليل الطيفي تسمح بتسجيل النطاقات الطيفية المختلفة لجلد المريض، ما يسهل مراقبة التغيرات المرضية حتى على المستوى الخلوي. شوفي في مشكلة؟ لا نسلم على ميثة بس. في شيء ميثة؟ أشوفكم تي سوالف حريم بالإشارات. نزيل، حيث أن الانعكاسات الطيفية للخلايا المريضة تختلف عنها لدى الخلايا السليمة، وأهم ميزة في هذه الطريقة هي عدم الحاجة لاستخدام الكواشف والعقاقير للمساعدة في كشف عن المرض. لاحظ محمود ما شاء الله يعني كل يوم يطلع جهاز جديد للكشف عن السرطانات بطريقة متطورة جدا، ما فيها خزعات، ما فيها أخذ عينات، فما شاء الله العلم يتطور بسرعة. عموما يقول بازوكا: الصادق لا يحلف، والواثق لا يبرر، والمخلص لا يندم، والكريم لا يمن، والمحب لا يمل. صباح الخميس الونيس. أنت أي واحدة من هذه اللي قالهم كلهم؟ شكرا ما عف. عموما فاصل، بعد الفاصل مستمعينا ما نتحدث عن يعني ما أدري إذا موضوع مهم ولا لا. بعد موضوع مهم، واحد ممكن يقول موضوع مهم يطلع مو مهم عند الدكتورة ندى. فعموما منتدى التحول المؤسسي، الخلاصة والتوجهات، نتكلم عن هذا المنتدى بالتفاصيل. بتكون معانا إن شاء الله في الاستوديو الدكتورة شيم الحاي، وأيضا عبر الهاتف الدكتور محمد الرضا إن شاء الله إذا ما كان في اجتماع. فعموما نتكلم عن هذا المنتدى، كل التفاصيل الخاصة بهذا المنتدى. أرقام التواصل معنا 600-551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. والله زي أنا ما أعرف شو تسوين، سوين حركات كذا أنا مرة واحدة أفز يعني ما أقدر أصد شوية. أجلب الورقة بتجلبين الورقة في وجهي كذا سبحانك يا رب. عموما فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى وسمعي لك راح. حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. انزل قبل الفاصل حكنا نتكلم على موضوع معين، هذا مهم. الموضوع اللي هو شو رأيك أنت؟ مهم، منتدى التحول المؤسسي. زين، هذا المنتدى يعني في الكثير من المواضيع اللي انطرحت خلال أعمال منتدى التحول المؤسسي الربع السنوي اللي تنظمه الهيئة، وكان أيضا بالأمس المنتدى عقد بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة بدبي وقادة فرق التطوير، ومشاركة كبيرة من كبار المسؤولين المتخصصين في المؤسسات الصحية في كل من جمهورية كوريا الجنوبية. المنتدى هذا شهد تفاعل كبير، وطبعا نحن نتعرف على تفاصيل هذا المنتدى. معانا عبر الهاتف إن شاء الله بيكون الدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في الاستوديو معانا الدكتورة شيمة الحاي، هي طبيب مقيم تخصص طب الأسرة وعضو في فريق مبادرة تنكس زين في هيئة الصحة في دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباحكم الله بالنور والسرور بيوسف، دكتورة شيمة ودكتورة ندى. هلا الدكتور محمد، شخبارك؟ الله يحفظكم، الحمد لله بخير. تقولنا دكتور عن المحاور ارتكزت عليها أعمال منتدى التحول المؤسسي؟ هي نعم، من أهم المحاور هي عرض إنجازات
استراتيجية الصحة بدبي 2016-2021. مثل ما تعرفون الاستراتيجية تم اعتمادها من سيد صاحب السمو الشيخ محمد في عام 2016، ونحن اليوم كملنا تقريبا سنة أو أكثر من سنة. فهذه منصة نعرض فيها أهم الإنجازات اللي وصلت لها الاستراتيجية من قبل قادة التغيير، شباب الـ 115 اليوم موظفي هيئة الصحة بدبي اللي هم مبادرين بتنفيذ هذه المبادرات. فهذه المنصة ربع سنوية، نلتقي ثلاث مرات في السنة كل أربع أشهر، شهر 2، شهر 5، وشهر 9. يعرض فيها أهم النتائج، وأيضا كنا بنشارك كل ربع سنة أو كل اجتماع بنشارك في دولة معينة. هذه المرة كانت كوريا الجنوبية، قبلها كانت جمهورية نيوزيلندا، وقبلها كانت السويد. ففي كل اجتماع نشارك أحد الدول، منها نتعرف على مبادراتهم، ومنها نعمل best practice، ومنها أيضا نتعرف على اتجاهاتنا نحن الاستراتيجية. مثل ما قلت الاستراتيجية صار لها سنة أو سنة ونص من إعدادها، ولكن اليوم الاستراتيجيات في طور التطوير والتغيير بنفسها. يعني ما نقول نحن الاستراتيجية خلاص وافقنا عليها وتم اعتمادها، فبالتالي نحن ما بننظر إلى أفضل الممارسات اللي تقدمها الدول، لا بالعكس. صحيح. اليوم نحن ننظر لأفضل الممارسات ونتبناها أيضا. ممتاز. كلمنا دكتور محمد عن أجندة المنتدى والورش العمل المصاحبة لهالمنتدى. نعم، من أهم ورش العمل اللي صاحبت المنتدى كان عندنا ثلاث مستشفيات من كوريا عرضوا تجربتهم في مراكز تميز علاج أورام السرطان، علاج إعادة التأهيل، وأيضا علاجات القلب. فتعرفنا كثير على المؤسسات الثلاثة، وعرفنا منهم كيف بدأوا وكيف أصبحوا اليوم متميزين في هذه الخدمات. أيضا شهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون مع جمهورية كوريا، بحيث أن نحن نتبادل الخبرات ونتبادل الخدمات أيضا، ويتم هذا الحديث أو الحوار مفتوح بين الدولتين. جميل. دكتور، أنا بتوجه بالحديث حق دكتورة شيمة هني، بنتكلم عن، يعني أنت ذكرت أن الاستراتيجيات اللي ترسم هي قابلة للنقاش وقابلة للتطوير. دكتورة، خلينا نتكلم عن التقارير أداء استراتيجية التطوير والشفافية اللي تتسم فيها الهيئة في طرح مثل هذا النوع من التقارير للمناقشة. طبعا مثل ما ذكر دكتور محمد، نحن عندنا 15 برنامج استراتيجي طموح، منها الرعاية الصحية المبتكرة والصحة والسلامة العامة، العناية بالأسنان، الوقاية وأسلوب الحياة الصحي، وأكثر من تقريبا 15 برنامج. في هذا المنتدى التحول المؤسسي اللي أقيم البارحة تم استعراض التطور كل برنامج فيهم، وهو حاليا وين بالمقارنة مع البرامج الأخرى، وشو الأشياء اللي ممكن نحن نطور فيها في كل برنامج. وكل برنامج فيهم طبعا يترأسه ليدر من دكاترة هيئة الصحة يعطيهم الصحة والعافية. وحاليا طبعا مثل ما ذكر بعد دكتور محمد، أنه بيكون في منتديات أخرى اللي هي منتدى التحول المؤسسي لمناقشة هذه الخطة الاستراتيجية ووين أصبح التطور حاليا. ممتاز. جميل. يقول أتمنى متابعة حالة الاكتظاظ والزحمة المبالغ فيها لدى مركز فحص اللياقة الطبية في مستشفى البراحة. عموما هذا وتابع لوزارة الصحة، لكن احنا نحاول نوصل لهم هذا المسج. السلام عليكم، برجو الاتصال. شوف في ميثا الريال يمكن يبغي يناقشنا على موضوعنا اليوم. طيب، قادة فرق التطوير وحالة الاندماج والتعاون وروح الفريق الواحد، هذه اللي شفناها في هذا المنتدى سواء في دورة البارحة ولا الدورات اللي قبلها. دكتور محمد، ودائما دائما ما نشوف عندك انت هذه الروح اللي دائما تركز عليها، ان we are one team، عندنا روح واحدة، لازم نشتغل على اساس ان نحن one team، كلنا في الهيئة نشتغل لهدف واحد. فابغى اتكلم عن هذا الجانب، بس مع منكم من الدكتورة شيمة بعد. تفضل دكتور. ايمانا من معالي رئيس مجلس الإدارة، نحن كفريق بنخطو خطى اكبر من نحن اذا اشتغلنا بروحنا. وحتى امس كانت في ورشة عمل جدا جميلة من قبل السيد عزيز الزكري عندنا في الهيئة، قال انا اليوم بسوي لكم ورشة عمل لمدة ساعة، لكن بنذكر فيها الاشياء الايجابية في حياتنا. طبعا الكل استغرب ليش بتذكر الاشياء الايجابية في حياتك، قال اذكر لي اي شيء، سواء يعني من عرسك لولادة الطفل إلى تخرجك، أي شيء إيجابي عمل. يعني متأكد عرسه شيء إيجابي كان دكتور؟ سؤال.
نتمنى انه يكون شيء ايجابي. فبعد ما وصلهم الى مرحله من الايجابيه قال لهم طيب هذه التجربه اللي عشتوها كيف ممكن تطبقونها على حياتكم العمليه؟ انت لما وصلت لهذه المرحله الايجابيه او التجربه الايجابيه في اشياء عملتها عشان نتاكد ان المرحله تكون بوزيتيف وناتجه وفيها نتيجه طيبه، فكيف ممكن الحين نتعلم من هذه التجربه سواء كانت شخصيه او في حياتك الشخصيه او في عملك؟ فتعال طبقها، خذ مثل ما يقولون كوبي بيست الاستراتيجيه اللي عملتها في حياتك الشخصيه الى حياتك العمليه. فكان الاوتكم جدا جميل، يعني شهدنا روح الفريق ما شاء الله خلال يعني 5 فرق عمل امس، وايضا الظهر طبعا كملنا المنتدى الى الساعه تقريبا 5 أو 6 المساء، كان في 4 ورش تخصصيه بعد الظهر، وايضا حضرها معالي رئيس مجلس الاداره. كانت اول ورشه على كبار السن، ثاني ورشه كانت على البيانات، وايضا على التامين، وايضا على ال 3D face recognition ايضا عملنا لهم ورشه تخصصيه. فشفنا روح ايجابيه جدا بين الفرق جميعها، وايضا حتى شاركنا القطاع الخاص. اليوم ننظر لهم الى شركائنا، ما ننظر لهم الى قطاع خاص فقط. كانوا متواجدين ويانا الى الساعه 5 و6 المساء، يعطيهم العافيه. والدكتوره شيما بعد ما قصرت البارحه كانت هي عريف الحفل. مشكور دكتور. من يبع لنا البرنامج عيد خدم البرنامج الله كان بعض الناس. نحن ما صدقنا حصلناها. لا لا زود. لا ما نستغني عن دكتورة ندى. ما نقدر. أنت والدكتورة ندى. أنا بستأذن. يا سلام. هو يبشرنا بأي طريقة محمود. دكتورة شيماء، يعني بعد نفس السؤال لك أنت، يعني عن موضوع الروح الفريق الواحد وعن وجود مثل هذا المنتدى اللي يعقد كل ربع سنة زين ويتم تجميع كل هؤلاء القادة، أنا أبغى أتكلم عن هذه المسألة. أنت يمكن أقرب إلى فريق التحول المؤسسي، وأيضا أبغى أتكلم عن هذا 10X. 10X هذا الفريق كذلك. طبعا نحن المنتدى اللي حصل تحت رعاية المكتب التنفيذي للتحول المؤسسي، وهم كتيم يعني لو أنت بتروح بنفسك وبتسوي زيارة ميدانية بتشوف كيف روح التيم وكيف التعامل مع بعض بليفل وايد كأخوة مثل ما تقدر تقول. فكانت الورشات اللي حصلت البارحة مع دكاترة من مختلف القطاعات والتخصصات، منها طب الأسرة، منها الانترنال ميديسن الباطنية والجراحة والأفرع الثانية. فكلهم كان التفاعل جدا عالي في هذه الورش، ومثل ما قال دكتور محمد كانت الورشة عن أي شيء إيجابي في حياتك، والتمسنا يعني شيء جدا رائع مثل ما شيخ محمد بن راشد عودنا دائما أن نحن لازم نكون في المركز الأول، لازم نكون كلنا يد واحدة، وفعلا هذا اللي حصل في هيئة الصحة البارحة في المنتدى التحول المؤسسي. ممتاز. طيب دكتور محمد، أنت ذكرت لنا عن وجود فريق من كوريا الجنوبية، فممكن تقولنا شو اللي قدم الفريق الكوري أو الجانب الكوري خلال هالمنتدى؟ أي كوريا؟ جنوبية. طبعا تواجد الفريق من كوريا الجنوبية كان له تواجد جدا كبير من 3 مؤسسات حكومية و4 مؤسسات خاصة. 3 مؤسسات حكومية كانت وزارة الصحة الكورية ومعهد التطوير الصحي الكوري، وأيضا سفارة كوريا الجنوبية في دولة الإمارات، و4 مستشفيات خاصة كانوا موجودين أمس. كان تواجدهم صراحة جدا جدا مميز، يعني تعرف مرات الواحد يقول يمكن ثقافتهم غير أو لغتهم غير أو تدريبهم للصحة غير، لكن بالأمس شفنا شيء جدا جميل. شفنا شيء صراحة يعني أفلج صدورنا، سواء من إنجازاتهم، من تقدمهم، من ابتكاراتهم. يعني حسينا أن نحن لازم نتعاون مع هالجماعة، حسينا أنهم أيضا كرماء في التعاون، مبادرين، وما في شيء يعني بصريح العبارة البارحة حسينا أنه ما في شيء لو طلبنا منهم بيغلى علينا. ممتاز ممتاز. طيب نحن شاكرين لك دكتورة، أنا أدري خذنا من وقتك بس أنت عندك اجتماع، و احنا بنكمل مع الدكتوره شيماء، هي ما بتقصر ان شاء الله. العفو العفو العفو، شكرا لكم. شكرا. كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الرضا مدير المكتب التحول التنظيم في هيئه الصحه بدبي. طبعا قبل دكتور محمد ما شاء الله مسمى ما له طول. من كثر ما تقول مسماكم طويل في الهيئه قص المسمى، ما خلي مسمى صغير.
زين بندى شوفي لي يا ما عليه اذا يبغى يطلع معانا على الهواء ما نطلع نحن بس ادري موضوع ما له علاقه بموضوعنا الرئيسي لكن خلينا نسمع شو عنده يقولون عنده ملاحظه على مستشفى دبي يمكن في بعض في واحد كان مطرش يقول اتصلوا فيني واتصلنا حرقنا تليفونه ما رد طيب دكتوره شيماء نعم 10X طبعا مبادره 10X هي مبادرة تشمل جميع القطاعات الحكومية تحت إدارة المجلس التنفيذي لإمارة دبي وطبعا نطلب من كل هيئة حكومية أن يكون في تيم اسمه 10X اللي هو يشكل خطة مستقبلية لهذه الهيئة على مدى 10 سنين كيف نحن في إمارة دبي نقدر نسبق عصرنا بعشر سنين فنحن من هيئة الصحة طبعا تم تحديد الأعضاء وتم رصد الخطة والمبادرات اللي نحن بنقوم بها من هيئة الصحة وتم أيضا مناقشة هذا مع المجلس التنفيذي وحاليا نحن في طور في مرحلة التطوير والبناء بالرد من عندهم المجلس التنفيذي شو النقاط اللي هم يبون نحن نحسن فيها فهذه مبادرة طموحة مستقبلية تخدم نظرة بعد الشيخ محمد بن راشد أكيد. أن نحن نكون مدينة دبي تكون مدينة ذكية خالية من الأوراق ومدينة تسبق عصرها صحيح. بعشر سنين مقارنة بالمدن الأخرى ممتاز عندنا مداخلة بندى صباح الخير ابويا عليكم السلام صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور ابويا حياك تفضل كل عام وانتم بخير انت بالصحه مبارك بالشهر الفضيل علينا وعليك اخونا محمود بعد كل عام وانتم بخير وانت بصحه وسلامه عاد البارحه نبوني بتصل فيك يا ابو ندى والله نسيت ما تقصر انت طيب انتم طيبين الله يخليكم ما تقصرون حياك ابوي تفضل خير الله يسلمك تفضل ابويا انا طالع عمرك انا خبرتكم سالفتي قبل فتره لا اي واحده مال السكر والعسل لا 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 تكره مال المسالك هي 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 ايه بس الحين قالوا عندك شويه مكروبات ما ادري كيف كرم السامعين هذا اعطوني مضاد حيوي الحين على اساس يعني يخف علينا هذا المكروبات قبل يسوي لي منظار ممتاز الحين برصاد الحين اعطونا موعد تاريخ 18 ادش العمليه 18 كم 6 ايه تاريخ مستشفى دبي ممتاز والدخول يوم السبت 18 دخول و 18 العمليه ان شاء الله ممتاز ابوي الصحه والعافيه انت صحتك الحين احسن ابويا ما تقصرون انتم طيبين الله يخليكم فضل الله وفضلكم بعد الله يخليك طول عمرك يا ابو ندى اقول لك بعد عندي ود بنتي كان بنتي وضعت في مستشفى دبي قبل كم سنه بس ماخذ انا واحد من الخليج يعني الدول المجاوره يوم بغض طلعت لما تطلع من المستشفى قالوا ادفعي 18000 زين ايه في مستشفى دبي طيب بندى 18000 انزين بخبرك انا الحين بتصل فيك انا تحت الهواء ابى اعرف التفاصيل هذه مشكورين مشكورين الله يطول عمركم مشكورين ان شاء الله مشكور حياك الله حياك الله نهارك سعيد وانتم كذلك ان شاء الله حياك الله طيب بالنسبة للتكاليف الخاصة ببعض العمليات دكتورة في هنالك يعني قانون من الديوان وأيضا تتم فيها هذه المسارات إذا كانت هنالك بعض المطالبات ولكن أعتقد أن أيضا عندنا العديد من البرامج اللي يعني مسؤول عنها مكتب الخدمات الإنسانية في هذا المجال أكيد. ممكن يوفرون بعض الخدمات في هذا الموضوع نحن نشوف يعني الموضوع ممكن إذا قدرنا نساعد يعني ما يمنع إذا كان في إمكانية للمساعدة طيب دكتورة شيماء يعني ما شاء الله الدكتور محمد غطى المنتدى بشكل كبير لكن في بعض التفاصيل اللي ما تكلم عنها يمكن زين مو بلأن هذا كان الوقت معاه قصير جدا في تفاصيل معينة تبغين شاركينا فيها من خلال المنتدى منتدى التحول المؤسسي في أشياء معينة يمكن ما ذكرناها ما شاء الله يعني دكتور محمد غطى كل الجوانب بس بضيف أن الإضافة أو التعاون اللي حصل مع الكوريين كان فعلا مثل ما هو وصفهم جدا راقي و
وطبعا حضر المنتدى سعادة لي يونغ تشان الرئيس التنفيذي للمعهد الكوري، وأيضا سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الإمارات، وحضرت أيضا الكوادر طبية كورية متميزة في مجالات عديدة اللي هي إعادة التأهيل وطب الأورام السرطانية والطب الرياضي أيضا. فبس هاي النقاط اللي هو ما غطاها. عدا ذلك هو ذكر أنه أيضا تم توقيع اتفاقية بين هيئة الصحة والمعهد الكوري لتطوير قطاع الصحة في كوريا. طبعا دكتور محمد بعد ذكر أنه بيكون كل مرة في دولة معينة بيصير في مثل التعاون، يون عندنا هنا المنتدى ويتم تبادل للخبرات الموجودة. صحيح، هو قائم على أن التعاون يكون مع دول مختلفة في مجالات طبية والعلاجية، وبحيث أن احنا نستفيد من خبراتهم، شو هم عندهم، شو من أشياء المتقدمة اللي ممكن نحن نستفيد منها، وهم بعد يستفيدون منها. طيب دكتورة، يعني أنا آخر سؤال دائما أقول إذا عندك كلمة أخيرة تبغين توجهينها، ولكن بعد أبغي أسألك، أنت حين طبيبة، طبيب مقيم ودارسة طب أسرة، شو دخلت في مواضيع الإدارة ما إدارة؟ يعني الواحد شوي يوسع مداركه. جميل. وبالعكس مبادرة 10X شيء جدا جميل، وبتشوف وبتشهد أكيد، لأن حتى مؤسسة دبي للإعلام أيضا عندهم مبادرة 10X، فهذا الشيء يبني مستقبل دولة الإمارات وبالأخص مدينة دبي. صحيح. وبالعكس شرف لنا أن نحن نكون جزء من هذا المشروع. أكيد. شاكرين لك تواجدت معنا دكتورة، وإن شاء الله يا رب يعني نشوف الخطط المستقبلية هذه في العشر سنوات هذه، ممكن نحن نسويه في خمس سنوات إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتورة شيماء الحاج، طبيب مقيم. إنزين، طبيب مقيم و تخصص طب الأسرة وعضو في فريق مبادرة 10X في هيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك تواجدت معنا ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. مشكورين، ما قصرت. سامحينا عادة شوية دودة هنا في بداية الحلقة. لا بالعكس، الانفايرمنت وايد جميل، وما قصرت دكتورة ندى، وما قصرت. شكرا شكرا دكتورة ندى، أختك تقول أنا هنا. زي صباحكم جميل كجمال أرواحكم. شكرا جزيلا. شركات التأمين ووقت الدفع يخلصوا لك، مو بس شركة التأمين أخوي، كل حد وقت الدفع بيقنع عندك. ويقول وديت بنتي عمرها 10 سنوات في واحدة من العيادات فحص، بس شركة التأمين قالت بعد 6 أشهر. هني في نظام إبراهيم، أبغي تفاصيل أكثر. إذا تبغي ممكن تتواصل معنا عبر حسابات هيئة الصحة DHA_Dubai، طرش لنا مسج على الخاص ومنشوف الموضوع، منحاول نادى، أو على 4006، خلنا ناخذ رقمك والتفاصيل كلها. محمود نبغى حلقة خاصة عن الرضاعة الطبيعية في رمضان إن شاء الله. نحن سوينا يمكن 4-5 حلقات عن الرضاعة الطبيعية، وبعد بنسوي إن شاء الله ما يمنع. إن كيف ممكن الأم المرضعة ترتب وقتها، كيف ترضع، كيف تحافظ على الحليب، موضوع إن شاء الله بنحطه إن شاء الله ضمن جدول رمضان. لا صيحين زين. زي قولي تي بعد ما صمتي دكتورة، خليك متحمسة. أنا متحمسة حق رمضان، بالعكس عندي حماس رمضان، شهر جميل يعني، صوت المسايد وطقوس رمضان شهر جميل والله. بس ما نبغى سهر، ما نبغى الناس تسهر الفير، سهر رمضان هو اللي الناس تتعب منه أكثر شيء، فأنا ما نبغى سهر. ناموا من وقت نشوا الساعة 3 أو 2 تسحروا وصلوا الفير، بس ما نبغى سهر متواصل الصبح. محمود الناس يدوام مو براقدة، يعني كيف ممكن موظف يؤدي عملته مو بنايم؟ لا، نبغى نامون تشبعوا رقاد نشو تسحروا وصلوا الفير. في رمضان لطيف اصلا، ما خفيف دكتورة، ما بن يعني الله يعينهم هذا، لكن احنا ما بياسين نشيل في الشمس تحت الشمس شايلين اغراض ورادين وكذا ونحن صيام، لا قاعدين مكاتبنا مكيفات السيارة مكيفات والحياة حلوة. بعد هذه برد تسهرون طول الليل ومتون دوام مو براقدين، كيف واحد ممكن يركز حتى لو الشغل خفيف؟ لا لا، ما نبغى السهر، يجيب الأمراض، يجيب ضغط الدم، ويحرض الإنسان الإصابة بأمراض القلب. إبراهيم يقول ما رديت عشانك وتعلتين. إبراهيم ترى قلت لك أنا أبعث الله يخليك رقم تليفونك على الخاص في حسابات الهيئة، أنا ما أقدر أخذ الشكوى كذا تقول لي بس هذا التعليق، أبغي التفاصيل أكثر، لأن ممكن يكون الخطأ من شركة التأمين، ممكن يكون من العيادة، ممكن يكون من الـ منك. صحيح. أنت يعني ما استوعبت المسألة. أقول لك شغلة، ممكن تتواصل معهم، عندهم الموقع مالهم شو دكتورة؟ I promise ادخل هناك على جوجل
تخش الموقع في سيستم خاص بيردون عليك في غضون 3 أيام عمل إذا مش قبل. صحيح. زين وبيدخل ضمن السيستم، فلازم يكون، لأن السيستم أصلاً أوتوماتيكي، فلازم يكون عندك رد. إذا ما ردوا عليك يعني يطلع لهم شيء ألارم كذا إنه ما ردوا. عندهم هذا مؤشرات أداء. نحن أخذنا وقت الحلقة بشكل كبير، للأسف الناس تتعامل مع رمضان كأنه وقت التهام الأكل. ليش عملوه حاله حال أي عشاء عادي؟ وليش السهر؟ إحنا اخترعنا سهر رمضان، والإعلام سهر رمضان. اخترعنا السهر رمضان والإعلام عرف عنا وقام يخلي أحلى مسلسلات والبرامج. خلص الوقت زعادة، والله ما شاء الله يعني سوالف ما تخلص يوم الخميس، كل الناس يبغوا يسولفون. عموما نشوفكم على خير إن شاء الله مع بداية هذا الشهر الفضيل، بتكون عندنا الكثير من المفاجآت عبر برنامجنا. ننصحكم تتابعونا دائما ودمتم. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا. شكرا لك ميثة بن أبيات، مشكورة ما قصرتي. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.